السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمت سيف؟ ايه كلمته. وعلمته باللي صار؟ ايه علمته. وعلمته اللي كان واقف معاه ضدنا طول الوقت، طلع نصاب ونذل وحقير. واحدة واحدة، شوي شوي علي. في أسئلة زود؟ إذا إيه هاتوها مرة واحدة. خل عن الكليات بس، قولي وش كانت ردة فعله بس. وش تبي تكون ردة فعله يعني؟ أثبت لنا ولد راشد البهيتاني مليون بالمية، الجينات هي هي. وش يعني ذا الكلام؟ يعني ما أخذنا منه لا حق ولا باطل. في البداية تفاجأ، وبعدها قالي ما لي شغل بشيء ولا أعرف شيء. وش اللي ما له شغل بشيء وما يعرف شيء وهو 24 ساعة معاه وياكل ويشرب؟ يعني معقول؟ معقول يومه ما حس بشيء ولا عرف بشيء؟ مسوي ذا كذا علينا؟ ليه؟ وانت تحسب هالنصاب دلخ عشان يترك سره عند واحد مثل سيف؟ المهم هالحين أخوك ما قال لك متى بيرجع؟ والله يا يمه سيف ترى توظف هناك وعاش حياته. توظف؟ أي وظيفة هذه؟ هو مو على أساس إنه مسافر كم يوم وبيرجع؟ والله يمه ولدك سيف كذب عليك وكذب علينا، وأقنعك إنك ما تعلمينا بسالفة سفرة، ويوم إنك خبيتي علينا خلاص ما عاد بيدينا شيء، إلا إذا كنتي تبينا نروح نتله من رقبته ونجيبه عاد هذا موضوع ثاني. على العموم سيف كبير وصار رجال وعاقل وبالغ ويعرف يدبر أموره. وعلى فكرة ترى صار لازم تتعودين على غيابه. أنا رايحة أكلمه وأتفاهم معه. الدعوة ما هي بفوضى، ما عنده أهل يستشيرهم ولا يسألهم. يا يما يا حبيبتي اجلسي، أنت تدرين أن سيف عنيد وراسه يابس ويحب يسوي لي في راسه. اقعدي الله يهديك اقعدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.